يعطيكم العافية. في فيديو سابق حكينا أنه ممكن كنت تسوي يوغا on the hill، يعني على قدام البرلمان الكندي. وفي كمان اكتيفي تاني تام اسمها زومبا on the hill. زومبا شوية فيها حركات زي التمارين السويدية، شوية بدها جهد. وإذا بتدخلوا على الويب سايت أو على الجوجل وبتكتبوا زومبا on the hill بطلع لك كل التواريخ تبعت زومبا on the hill. وطبعا بعطيك شوية صور، وموقعها هو الترس أو الحديقة اللي موجودة أمام المبنى البرلمان الكندي. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.